بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله أوقاتكم طلاب بكل خير، نتمنى لكم الصحة والسلامة، وخلصنا الله وإياكم من هذا البلاء. طلاب، أخذنا بالمحاضرات السابقة عن برنامج مايكروسوفت وورد، تعلمنا شلون نفتح هذا البرنامج وشلون نكتب بهذا البرنامج ونعدل النصوص بهذا البرنامج. اليوم راح ناخذ القائمة اللي بعد ما أخذنا قائمة الصفحة الرئيسية في شريط القوائم، الصفحة الرئيسية وقائمة انسرت ادراج، وتعلمنا شلون هسه الطريقة نفتح البرنامج، نروح على مايكروسوفت، ملف مايكروسوفت اوفيس، ونختار مايكروسوفت وورد 2010، انفتح لهذا البرنامج. قلنا شلون شنو نقدر نسوي هذا البرنامج، اخذنا بالصفحة الرئيسية شنو نقدر نشتغل على هذا البرنامج، قلنا شلون نكتب ونعدل الكتابات، واخذنا ادراج الجدول، قلنا ندرج الجدول من هنا، ونقدر نعطي شنو جدول مخصص، نعطي عدد الاعمدة وعدد الصفوف، ونملأ هاي البيانات الجدول ونرتب على الجدول. اليوم شنو راح ناخذ؟ ادراج الصورة. ادراج الصورة مجرد ان اضغط على صورة واختار شنو، اختار الصورة، نريد ملف مع الصورة وين موجود، وين حافظانه بالحاسبة، اقدر اضيفه منه، اختار هاي الصورة. من اختاريت هاي الصورة راح يقول لي شنو التصحيحات، اقدر اصحح اللون مالته، كأنما الفلاتر طلاب الموجودة عندكم بالموبايلات، مو اكو فلاتر تعدل على الصورة، تضيف تغير الوانها، شنو تريد موجود هنا. أنا نفس الحالة، هاي الصورة غمقها طوخها، يعني تسوي هالصورة ضبابية، يعني شلون راح نقول فوكس بيها، بيها تركيز. وهنا أنا نقدر شنو طلاب، الألوان نغير لون الصورة، يعني هسه الصورة مو كانت هدي هيجي، هاي الألوان تغيرت لي شنو لون الصورة، كأنما صورة حقيقية، صورة حقيقية بس شنو الألوان مالتها تغيرت. أقدر شنو هاي إعادة تعيين الصورة، أغير هاي الصورة، وأقدر شنو أضغط هاي الصورة. التأثيرات الفنية طبعا تشوفونها، يعني إنما أسوي الصورة كأنما زيتية، أسوي الصورة كأنما يعني رسم أو مادة مرسومة أو أي شيء، أو فنية أو زيتية أو مادة أو أي شيء موجود، نفس يعني نفس الموجودات بالتعديل مال الصور اللي موجود بالموبايل فلاتر، يعني جاهزة. هنا أنا شنو الأنماط أكو جاهزة للصورة، يعني النسق مالتها خاص مثل ما تلاحظون، مثل ما تلاحظون الصورة شنو شلون جاي تتغير بالشكل اللي انا اريده. هاي الصور موجودات عندي. هنا انا بعد شنو اقدر اسوي، اقدر حد اخلي حد للصورة، يعني هذا الحد الفاصل اغيره وباللون وبالحجم اللي شنو انا اريده. هسه شوف، من اريد اغير مكانها اسحب ما ينسحب، يعني مجرد ان تصغير قاعد يصير عندك، تصغير قاعد يصير عندك بالصورة، مجرد ان اروح على التفاف النص وانطيه امام النص صارت الصورة حرة. لاحظ وين ما اريد اخلي الصورة اقدر شنو اخليها، يعني مثلا انت قاعد تبني لك ورقة او تسوي تقرير لاحد التدريسيين وقال لك اريد صورة، بس تقرير شنو، التقرير ما تكون مرتب بحيث بيه شعار الكلية وبيه اسمك وبيه الاشياء اللي ريتها بالتقرير الرمزي. هنا أنا أروح على التفاف النص وأنطيها أمام الناس، فصارت الصورة حرة وبأي مكان أريدها. أقدر من هنا شنو التأثير على الصورة، أقدر أخلي ظل الصورة، تلاحظون قاعد يصير تغيير، ظل قاعد يصير للصورة. وهنا أنا أقدر أخلي لها التوهج، انعكاس أقدر أخلي الصورة، أقدر أخلي لها توهج باللون اللي انا رايدة، صار لي توهج للصورة، اصلا هاي الصورة صارت حرة، يعني التوهج باق بيها، وين ما توجه هاي الصورة راح يبقى هذا التوهج. نمسح هاي الصورة، قلنا منين من باك سبيس، ونروح على ادراج نشوف شنو يوفر لي بعد. نقدر قصاصات فنية، نكفي قصاصات فنية جاهزة، اشكال جاهزة، قصاصة فنية جاهزة بالحاسبة، مجرد ان نضغط عليها ونبحث. هنا انا نشيل القصاصة اللي نريدها ونقول له انتقال، راح ينزله، او نقدر من اوفيس
دوت كوم، يعني هو الموقع برنامج مايكروسوفت يوفر لك اياها موجودة عندك. الاشكال يا طلاب، الاشكال كلش راح نحتاجها وكلش راح نستفاد من عندها، يعني بحيث يعني نقدر نسوي شنو اللي نريده عن طريق هاي الاشكال. يعني هذا الشكل عندك هيك صار، اقدر شنو اسوي؟ اقدر اخليه هيك، واقدر عندي انماط جاهزة، انماط جاهزة. يعني مثلا انت عندك تطبيق تريد كتبه، او الصفحة الاولى اريد اخلي اسمي في هذا المربع، مثلا اعداد الطالب او اعداد التدريسي. هنا أنا في هاي الصفحة اقدر شنو اقول له؟ مجرد اضغط كليك ايمن بالماوس على الشكل مالتي، كليك ايمن بالماوس على الشكل مالتي، واقول له شنو اريد، شنو اضيف لي نصبي. كليك ايمن بالماوس واقول له شنو اضافت نص، يعني مثلا اعداد الطالب، مثلا التقرير مالتك تريد تسوي بيه الواجهة الأولى إعداد الطالب محمد علي محمد. تعلمنا احنا شلون نعدل على النصوص عن طريق الصفحة الرئيسية، وأكبر الحجم مالتي، أكبر الحجم مالتي، وغير نوع الخطأ منين تعلمنا منين. ننسق الكتابة مالتنا، واقدر اخلي الكتابة بالمنتصف. اخذناها قلنا شلون نغير اللون، الشغلات واضحة، شغلات بديهية صارت عندكم، الكل تعلمها. ولو هذا الانقطاع شوي سبب لنا انقطاع بالمادة، بس لكن من نراجعها انا وياكم ان شاء الله نتذكرهم، واي شي تحتاجونه انا اكون بالخدمة لكم. بعد شنو من ادراج الاشكال مالتي، هاي الاشكال عندي، كل الأشكال الموجودة، كل الأشكال نقدر نضيف بها نص، ونقدر نحركه بالمكان اللي نريده. هي هاي الحلوة بالأشكال، كأنما الصورة، يعني الصورة، يعني مثلا عندك مكان ما تقدر تخلي بيه صورة، أو ما تقدر تخلي بيه إيش، مجرد بالأشكال تسوي شكل وتقول له إدراج أضافت نص لهذا الشكل، يعني راح يصير عندك حر تتلاعب بحجمه وتخليه بالمكان اللي شنو اللي أنت رايده، بالمكان اللي انت رايده، وانت بتخليه باي مكان. هاي بالنسبة لنا للاشكال. عندنا المخطط، هذا المخطط تشوفونه مرات، يعني النسبة مثلا، يعني ابعدنا، يعني الله يبعدكم ويبعدنا عن هذا الوباء، تشوفون هاليوم قاعدين ينشرون، يعني يعطيك مخطط كامل لجائحة كورونا. شوف هسه هذا الصور، بس تفتحها، مجرد تفتحها وتلطم وافق راح يعطيك مخطط كامل. شوفوا هذا المخطط كامل، انت من تجي تكتب هيك، تكتب مثلا الناصرية، تفتح لك اكسل شيت مباشرة الناصرية، الناصرية تجد مثلا يقول لك عدد الاصابات مثلا 10، البصرة، البصرة، البصرة مثلا 7. شوف شلون قاعد يتغير المربع مالتي، المربع شلون قاعد يتغير، معنى السماوة، خمسة. تلاحظون التغيير شنو اللي جاي يصير، والعمارة، والعمارة 6. لاحظت التغيير، قاعد يقول لك هنا الناصرية اللي هي الأكبر اللي هي 10، والبصرة اللي هي حمراء أكبر من الناصرية بشوية، وعندك بعد السماوة، وعندك بعد شنو العمارة الموجودة. هاي العمارة يعني حسب المخطط مالتي، المخطط التفصيلي مالتي. نطلع من هذا اكسل شيت، لان انماط جاهزة للكتابة، هاي الانماط الجاهزة اقدر اعدل عليهم، واقدر اسوي شيء اللي انا شنت، شنو اللي انا شنت رايد. نطلع من هذا، نقول له بلاك